زخات المطر هذه كانت كفيلة بأن تحدث بركا مائية صغيرة، والتي أحدثت أضرارا ببعض أحذية المارة. هنا لن تجد خيارا أمامك سوى زيارة عمي محمد الإسكافي الذي يركن نفسه وعربته الصغيرة تحت مظلته الكبيرة لأكثر من 40 سنة. هذه المهنة مثل 73 ديسمبر لديسمبر تاع اليوم 43 سنة أخلص. ما عنديش محل أخويا، ما نقدرش نحل، ما نجبوش، أنا نحكم في نفسي خير هكا، ما ندير مولا محل ميرديني، ما ندير يعني دومين نولي ميرديني ولا حاجة، هكا برا نورمال هاني في راسي، حوش الحاجة تاعنا ما نحوش عليها، فيش تمليح. هفشت أصحاب ليكو الجرناطة كاع ما يقطع الصباط بصح الصيف نورمال شانكلا تعني له صاي هذا كاش خدمة بزاف. فبيده الفولاذية يواصل عمي محمد الطرق بهذه المطرقة التي لازمته طيلة هذه المدة، شأنها شأن هذه الإبرة والخيط، محاولا إصلاح ما تم إتلافه من هذا الحذاء. هذا المسمار للديميس الفراشة الخيط هذا كولا هذا خلاص هذا شو الحلاق قدامي بالون هذا هادو هنا فراشة هذا الإنسان أنا نعرفه من بكري ملي كنت صغير يخدم هذه الخدمة هذه، كل ما يخدمش هذه الخدمة ما عنده شيء ياكل، كاين هو هنايا وكاين ولدها راه غادي كاين غادي يخدم هذه الخدمة هذه. وانا ما مربي انا ما غادي يعطيني ما غادي انا غادي نشد لي شات الخير صحيح. ايوا انا صباح كيفوت من نشوفه شي فوته نشوفه وادي هي. فبالرغم من برودة الشتاء وصعوبة المعيشة يبقى عمي محمد في هذا المكان المفتوح من اجل ضمان قوته وقوت عائلته، فتحية تقدير واحترام لمثل هؤلاء صامدون على الفقر هاربون من الحرام.